عم اقول لحالي طالما كتير هالغلبة اخذ رقم السيارة وما لحق يشوفني فالمسألة محلولة. شلون؟ هون بقى يا منذر بدي منك تبين لي مدى اخلاصك وولائك الي. انت تعرف استاذ انه انا مستعد افديك بروحي. ما بدي لا تفديني بروحك ولا شيء منذر. الشغلة ابسط من هيك بكتير. كل ما هنالك انه بس يجوا يسألوا مين كان سايق السيارة انت دغري ارفع ايدك وقول لهم انا. بس يا استاذ. وانا طبعا ما رح اتركك. اتركك إيه لا يمكن. رح اعمل كل جهدي اني حللك اياها بيومين، وانت بتعرف اني اذا قلت كلمة كيف بنفذها. صحيح بس سيدي. وبيني وبينك محضر لك مفاجأة حلوة، حلوة كتير كتير رح تعجبك. شو المفاجأة؟ رح رشح اسمك لبعثة اليابان. شو بدك احسن من هيك؟ شهر كامل باليابان وعلى حساب المؤسسة، يعني لو صحت لجدي ما مات. بقى انت هزلي كتافك شوي وحللي هالمشكلة وشوف شو بصير فيك. وانت بتعرف وضعي بالشركة، خصوصي اني انا مرشح لدورة باليابان. يا سيدي تكرم عينك، انا بوعدك وعد شرف اني سلمك محلي خلال فترة غيابي باليابان، يعني نائب مدير عام بالوكالة كل هالمدة. وشو بدك من طوكيو؟ انا جاهز. طيب يعني انا شو المطلوب مني؟ شغلة بسيطة، بس تجي الشرطة، شرطة المرور يعني، وتسأل مين كان سايق سيارة الشبح على الأوتوستراد اليوم الصباح. ترفع إيدك وبتقول لهم أنا، بتترك الباقي علي. أنا مستعد طالعك منها مثل الشعر من العجين. والزلمة اللي اندعس صره شي؟ لا تقول اندعس، أنا بدعس حدا. كل الشغلة ضربة صغيرة بطرف المراية، وبيجوز هلا الزلمه الله اكرمه واقف على رجليه وقاعد بين مرته واولاده. انت بس خلي ايمانك بالله قوي وتوكل على الله. ونعمه بالله. فهمت شلون ابو صبيح؟ يعني اذا بتخدمني هالخدمه ما راح انسى لك اياها طول عمري. خاصه انا مترشح لمنصب كبير بهالشركه، ومو حلوه يطلع علي هيك صيت. صدقني صدقني راح اطالعك معي على شغلي الجديد. بعدين بيني وبينك استاذ منذر متبني هالموضوع. ولي اندعس، ان شاء الله ما صار له شيء. لا تقول اندعس يا عمي، نحن ما دعسنا حدا، كلها نكشه صغيره بطرف المرايه، يعني يا دوب لمسته لمس، قام وقع الزلمه على طرف الرصيف ونزل نقطتين دم من راسه، هي هي الشغله كلها. بقى شو قلت؟ قلت حابب اخدمك بعيوني بس. بس شو؟ إيه أنا ما بعرف سوق لا سيارة ولا معي شهادة سواقة، شلون بدي أدعي هيك ادعاء؟ عمى فعلاً هي مشكلة. هي ما حسبنا حسابها منوب. الله يصلحك يا أبو صبيح، ليش هلا ما بتعرف تسوق؟ السواقة صارت من أهم بديهيات العصر. يعني ما بصير تترك حالك هيك أنت الثاني. شو بدنا نساوي سيدنا؟ ما صح لي فرصة وسيارة ما عندي. والعمل هلا لمين بدنا نقول؟ أنا عندي حل. أسعفنا فيه، دخيلك. أنا بعرف واحد متعايش على هونداي اسمه كامل، ممكن يخدمنا بهالموضوع. وشلون بده يخدمنا؟ هذا يا سيدي السنة الماضية كانت بنت المدير المركزي عم تتدرب على السواقة على طريق المطار، قامت دعسة فلاح وشادت بقرة. إيه وانقلبت السيارة ثلاث قلبات، الحمد لله، البنت ما صار لها شيء، والبقرة عطتك عمرها، والفلاح أسعفوه على المستشفى وضل بالعناية المشددة 20 يوم. إيه، المهم شو صار بعدين؟ لما انكتب الضبط كان المدير المركزي شايب كامل وحطه محل البنت، وانكتب الضبط على اساس انه كامل هو اللي كان عم بيسوق السياره والبنت كانت قاعده جنبه. مالك بالطويل استاذ ناظم، كامل فات على السجن حبسته شهرين وطلع وتلفلفت القصه وكانه ما صار شيء. وهذا كامل شلون رضي ينحبس؟ وليش لحتى ما يرضى؟ قبض 200 الف ليره بضر معدته شيء؟ إيه وقفت يوميته بأكثر من 3000 ليرة، شو بده أحسن من هيك؟ لك اللي عم بيسافروا برات البلد ويتمرمطوا، إيه ما عم بيطالعوا 100,000 ليرة بالشهر، بينما كامل طالعهم هون هو محبوس بنص البلد، معزز مكرم وعين الله عليه. إيه بس مو كتير 200,000 ليرة؟ نحن ما رح ندفع المبلغ، إيه هون لا في فلاح بالعناية المشددة ولا في بقرة ماتت، كلها نكشة بطرف المراية. مو هيك؟ خلص أنا رح خليه راعينا. أنا بنون على الزلمة، بتعرف هلا الشغل دائر شوي، أنا رح أنهي لك إياها ب100,000 ليرة. طيب ماشي الحال. تركني شوي لفكر بالموضوع. السلام عليكم. مع السلامة.
شو قلت استاذ؟ منشوف كامل؟ ما بعرف يا منذر، قلبي ناقزني من هالشغله كلها. ليش استاذ؟ يعني سيارتي سياره حكوميه، بقى شو المناسبه لحتى يسوقها واحد مثل كامل؟ بعدين الشرطه مالهم اغبياء لتمروا عليهم هيك قصه، بيقفروها دغري. يا سيدي انا فكرت بالموضوع ولقيت الحل. هات لشوف شو الحل. منقول بضبط الشرطه انه في معرفه بسيطه بينك وبين كامل، واليوم كان كامل ماشي بهوندايته على طريق الاوتوستراد، قام شافك ووقف جنب سيارتك المعطله، نزل ليساعدك شوي ويحاول يصلح لك السياره باعتبارك انك كنت مستعجل وعندك اجتماع مهم. تركت المفتاح لكامل ليسحب لك اياها للتصليح. قمت انت اخذت تاكسي واجيت على الشغل. طبعا انت ما عرفت شو صار بعدين. وشو صار بعدين؟ كامل جاب مكنسيان وصلح السيارة ومشي فيها على طريق الاوتوستراد، وبعدين صار اللي صار. برافو عليك يا منذر، محبوكة تمام. يعني انت خرجت كون مؤلف مسلسلات بوليسية، يا ضيعان مواهبه بهالشركة. تفضل استاذ لنشوف كامل بمعيدكم. انا؟ ايه طبعا انت. أنا بشوف إنه ما في ضرورة أطلع على المسرح، خليني خلف الأضواء بيكون أحسن. معلش يا أستاذ، وجودكم ضروري كتير، يعني كامل لما يشوفكم أنت والأستاذ منذر رح يرتعب وما رح يقدر يقول لا. طيب أمرنا لله، بإيش بدنا نروح؟ سيارتي طبعاً. ماشي الحال، تفضل. تفضلوا تفضلوا سيدنا، تفضلوا شوف. هذا هو البيت سيدنا. ادق لشوف. الله يبعث خير ما اضطريت. هي صار ما في حدا. شي وين بدنا نلاقيه هاد؟ دق على الجيران وسالهم. حاضر. مرحبا يا اختي. اهلين يا اخي. خير. وين منلاقي الأستاذ كامل يا ترى؟ الأستاذ كامل؟ مين حضرتكم؟ قرايبينه يا أختي، قرايبينه. كامل بالمستشفى. بالمستشفى؟ خير، ليش شبه؟ ليش ما دريتوا؟ لا والله ما درينا شو القصة. هذا اليوم الصبح ضربته سيارة شبح على طريق الاستراد، يا حصرتي عليه، التحش على هالرصيف وانضرب راسه، والشوفير قليل الأصل كمل طريقه وما سأل عنه. لكن أولاد الحلال شافوه أخذوا رقم السيارة وهلأ الشرطة عم تدور عليه.